بالنسبه للسبل ديال الوقايه كانوا متوفرين الحمد لله كاملين، من الكمامات، من القناع، الاطر الاداريه كانت كتخدم على قدم وساق باش توفر لنا الراحه النفسيه. دوزنا في ظروف مزيانه. بالنسبه للامتحان ديال الصباح ولا دابا كان يعني في المتناول ديال اي تلميذ، يعني اي مستوى، ما خدموش على شي مستوى اللي هو عالي، دونك دوزنا مزيان الحمد لله. وكان التباعد الجسدي طبعا والوقاية كانت والحراسة كانت في المتناول. الأساتذة حرصوا على أن يكون تكافؤ الفرص، وإن شاء الله هذا الشيء اللي غادي يكون. بالنسبة للوقاية الاحترازية فكانت موجودة من ناحية ديال الكمامات الوقائية والتباعد الجسدي، إضافة إلى وجود المعقمات. لما وجدنا تشي صعوبة الحمد لله في الكمامات كانت موجودة بوفرة، مرة اجتاز الامتحان بكل أريحية وسهولة. فمن حيث الحراسة فكانت الحراسة يعني عادية، وامتحان كان في متناول الجميع. كمست اليوم 3 يوليو 2020، هي كانت بداية للامتحان الوطني مع القطب الأدبي اللي كانت عندهم اللغة العربية في الصباح، وفي المساء كانت اللغة الأجنبية الثانية سواء في الإنجليزية أو الإسبانية حسب ما عندنا في مركز ثانوية وادي الذهب. الحمد لله الظروف كاملة دازت بخير وعلى خير، بفعل تجند جميع الفاعلين والمتدخلين في الامتحان الوطني، سواء المترشحين مشكورين اللي أبنوا على التزامهم بالبروتوكولات الوقائية وكذلك بالقوانين التنظيمية لهذا الامتحان، أو الأطر المكلفة بالإجراء والمراقبة اليوم الأساتذة، كذلك كتابة الامتحان ورئاسة الامتحان، وجميعا عملنا على الامتثال طبعا المساطر التنظيمية وجميع الهيئات المتعلقة بتنظيم الامتحان الوطني. الحمد لله دازت الأمور بخير. سجلنا بعض الحالات الغياب كانت صباحا ومساء، صفر حالة غش لحد الآن. كنطلبوا من الله ان الامور تمشي على ما يرام ويتوجوا ان شاء الله المسار ديال المترشحين ومترشحاتنا بالنجاح. كنناشدوا كذلك ان التلاميذ يلتزموا بجميع يعني القوانين المنظمه للامتحان، سواء الالتزام بالابتعاد عن وسائل الغش، وكذلك الالتزام بجميع الحيثيات المتصله بالسلامه البدنيه وبالتباعد الجسدي حفظا على صحه الجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.